اصطحبت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب عدد من سفراء ومسؤولي سفارات الدول الشقيقة والصديقة في جولة حول مدينة شباب 2030 للتعريف بما تضمه المدينة من محطات تدريبية متنوعة، وذلك بتنظيم من وزارة شؤون الشباب وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. هذا واستمع السفراء والمسؤولون إلى شرح عن أهداف تطوير مخرجات مدينة شباب 2030، وذلك من خلال إدخال مبادرات وبرامج نوعية جديدة ومتخصصة في مختلف المجالات تتوافق مع متطلبات الشباب. بهذه المناسبة أكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الشبابي الذي يشهد نمو متسارعا عبر إطلاق وتنظيم عدد من البرامج الشبابية المشتركة، مشيرة إلى أن الجولة التعريفية للسفراء والمسؤولين في مدينة شباب 2030 تهدف لإطلاعهم على التجربة البحرينية في مجال تهيئة الشباب وتمكينهم والخطوات المتخذة في سبيل تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ودعم مشروعاتهم من أجل الدخول في سوق العمل. هذه المدينة اليوم لفتت نظري أولا بالحضور المميز، إن كان رسميين أو دبلوماسيين أو عائلات، وهذا يدل على اهتمام الشعب البحريني بجيل المستقبل، وهذا طبعا بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر، الاستثمار في المستقبل في الشباب. ومملكة البحرين تبذل جهود جبارة ومنذ سنوات في الاهتمام في شباب البحرين الذين تربطهم علاقة أخوية تاريخية وقديمة مع شباب فلسطين، إن كان في الجانب الرياضي أو الشبابي، حيث كثير من الفرق الرياضية حضرت من فلسطين إلى مملكة البحرين، وأيضا كثير من الفرق الرياضية زارت فلسطين وكان لنا الشرف في استقبالها. سعيدة اليوم بالجولة في مدينة الشباب، ملتقى صيفي جميل، شباب البحرين اللي بيشارك بأكثر من بعد، يعني في البعد الإبداعي والبعد التنظيمي، تمكين موجودة، سوق الشباب، كلها إضافات جميلة وتطوير للمدينة عام بعد عام. الشباب هما القمة الدافعة للعلاقات المصرية البحرينية، وهم الركيزة الأساسية واللي بنعول عليهم لتطوير العلاقات في قواسم مشتركة كبيرة للشباب، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، أفكار متشابهة وملتقى جميل ستحرص السفارة على المشاركة فيه العام القادم بإذن الله لعرض الأفكار والإبداع المصري للشباب المصري في سوق الشباب بالبحرين بإذن الله العام القادم.